في مصارعين من الشباب على مستوى عالي جدا. في لاعب اسمه احمد ابن اخت كرم جابر، طالع ما شاء الله، طالع ما شاء الله امكانيات بدنيه ويعني صوره مصغره من كرم جابر. بدات مصارعه 2005، كان عندي 8 سنين ساعتها. اول بطوله دوليه لعبتها كانت سنه 2012، كانت بطوله تركيا، جبت فيها المركز الثالث، كنت طالع فيها مع كابتن عادل جابر. بدات 2013 في شهر 5 جبت اول افريقيا في تشاد. طلعنا على بطوله العالم بعديها في صربيا في شهر 7 2013، جبت خامس عالم. شهر 1 2014 سافرت بطوله الدنمارك الدوليه، جبت فيها اول واحسن لاعب. شهر 3 طلعنا معسكر في رومانيا ولعبت بطوله رومانيا الدوليه شباب و17 سنه، تحت 17 سنه وتحت 20 سنه، جبت مركز ثالث ومركز ثالث في البطولتين. لعبت بطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد شباب في الصين في شهر 5 2014، جبت المركز الاول وتاهلت للاولمبياد. طلعنا بطوله العالم، طلعنا بطوله البحر المتوسط شهر 6، جبت المركز الاول تحت 17 سنه وكاس احسن لاعب. في 2016 لعبت بطوله افريقيا في الجزائر، جبت فيها المركز الاول. وفي 2017 جبت اول افريقيا في المغرب، ودي كانت اخر بطوله ليا مؤهله لبطوله فنلندا ان شاء الله بطوله العالم. تكريم الرئيس السيسي ليا بدا جاء بعد ميدالية على طول، ما كملناش اسبوع اول ما رجعنا، وده كان في حد ذاته حاجه كبيره لينا ان هو جاب بسرعه، يعني ما كناش نتوقعه ان هو هيبقى بالسرعه دي. واهداني طبعا وسام من الطبقه الثالثه، وكابتن كرم هو كان السبب ان انا ابدا ان انا العب مصارعه. اول ما جاب الاولمبياد 2004 انا رحت اتمرنت، وكان هو دايما مشجعني وتحفيز ليا. كان بيتمرن دايما معايا، كنا في المركز الاولمبي بنعسكر مع بعض، بنتمرن مع بعض، كنا بنيجي نتمرن في الاكاديميه بتاعت كابتن عادل وكابتن كرم هنا، بنتمرن، وكابتن عادل واقف معايا وسافر معايا برده في بطولات دوليه كتير. لو هنتكلم عن كابتن كرم فاكيد محدش هيقدر يعديه، لان هو طبعا اسطوره المصارعه كلها. يعني بنتمنى ان احنا نعمل ميداليه اولمبيه واحده، مش هنعمل اثنين، او ان احنا نعمل الانجازات اللي هو عملها، او احسن لاعب في العالم. بنتمنى يعني الدوله تنتبه للالعاب الفرديه اكتر زي الالعاب الجماعيه. بدايه ما لعبت مصارعه ما كنتش خايف ان المشاكل اللي كانت بتحصل مع خالي دي ان هي كانت ممكن تحصل معايا. احنا نفسنا ان احنا ننتبه لتمريننا بس، نركز في بطولاتنا، نركز في ان احنا نحقق ميداليات لمصر. عايزين المشاكل دي كلها تتشال، عايزين الاتحادات تهتم بينا اكتر. طبعا بنشكرهم جدا ان هم محفزيننا الفتره دي كويس، بس بنتمنى ان هم ينتبهوا معانا اكتر. انا مثلي الاعلى الاسطوره الكابتن كرم جابر.